السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. معكم حسناء عبد العزيز. النهاردة ان شاء الله مع بعض هنقصر جاكيت البدلة البطانة الكاملة. كنت قبل كده عملت معكم فيديو تقصير جاكيت البدلة اللي هي النص بطانة، وطبعا ليه طريقة تانية عن الجاكيت ده. ده ان شاء الله اسهل بكتير جدا، بس هتمنى تدعموا القناة بلايك وشير، والاول مرة بيشوف قناتي وبيحب التفصيل والخياطة طبعا يشرفني بالاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. يلا بينا كده نبدأ شغلنا. اول حاجة هنعملها طبعا هنفك الديل بتاع البدلة ده، يعني هنفك البطانة من الجسم بتاع البدلة بالطريقة اللي انتم شايفينها دي، واحدة واحدة كده بالقصافة. ودايما في كل فيديو في بدل رجالي بقول دايما يا جماعة البدل غالية جدا، اي حد بيشتغل في البدل ياخد باله واحدة واحدة كده ويشتغل بروقان وما يتسربعش وهو بيفك البدلة، لان ساعات برضو بتيجي خامات بدل كده بتبقى ايه غريبة شوية زي البيكا والحاجات دي. اللي شغالين في مجال التفصيل طبعا هيعرفوا اسامي الخامات اللي بقول عليها دي، فممكن تبقى يعني مش سهلة شوية في الفك بتاعها لو سن القصافة كده يعني ما خدناش بالنا واحنا بنفك ينتش مننا اي حاجة من البدلة يبهدل الدنيا. فواحدة واحدة وانتوا بتشتغلوا كده، وان شاء الله هحاول اقدم لكم المعلومات بتاعت الخياطة بكل بساطة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما اتكلمنا وقعدنا نتكلم يجي سنة هنقول في الاخر بسم الله الرحمن الرحيم. على العموم بسم الله الرحمن الرحيم في الاول وفي الاخر وفي كل وقت. طيب فكنا الديل بالشكل ده كده، تعالوا نشوف بقى هنشتغل ازاي. طبعا البدلة اللي فيها دوران دي ناخد بالنا واحنا بنعمل الدوران يطلع برضو نضيف وشكله شيك وبالجمال ده. التصليحات الفنية دي برضو موهبة، يعني عايزين اللي بيشتغل في التصليحات برضو تكون ايده نضيفة كده في الشغل. بصوا هنقفل الزرار بتاع البدلة بالشكل ده كده. طبعا هنا احمد بس بيفك الدوران ده شوية عشان برضو يقدر ايه يقص الدوران بشكل برضو نضيف. واحنا بنقص ناخد بالنا ما يكونش حتة من القماشة بتاعت البدلة تحت المقص كده، احنا حاطين كده الامام كده على بعضه. حطي بقى دبابيس بالشكل ده كده، دي العلامة اللي احنا هنقصر عليها. نعلم بالشكل ده، شايفين برضو هو بيشيل القماش اللي من تحت البدلة عشان برضو ايه المقص ما ياخدش حاجة من البدلة ونبهدل الدنيا. نبدأ بقى نعلم الدوران بالمركة كده، يعني يفضل دايما ان احنا نعلم بالمركة ما نقصش على طول في البدل كده. زي ما بقول لكم شغل البدل ده روقان شوية، يعني عايز كده ايه الشغل واحدة واحدة. طبعا الحتة اللي قصها ده ما فيهاش اي مشكلة، مش لازم تقصوها كده، يعني هو بس بيشيلها كده عشان تشوفوا القص شكله ازاي، تشوفوا العلامات يعني بتاعت الماركة. يبتدي يقص كده على الخط ده ويقص الدوران على سنتي، لكن بقية البدلة طبعا مش هيقصها على سنتي، هيسيب فيها حوالي 3 سنتي اللي هي التانية بتاعت البدلة الداخلية اللي بتبقى لجوه. ممكن طبعا نكمل برضو النصين بتوع البدلة على بعض كده قص، لكن احنا هنقص ايه كل جزء لوحده. البدلة دي ليها فتحة واحدة اللي هي في نص الظهر، في بدل طبعا بتبقى من الظهر كده ليها فتحتين، لكن دي بفتحة واحدة. يعني كل تقصير جاكيت بدلة بيبقى ليه برضو ايه طريقة معينة كده لما يكون القصة بتاعت البدلة مختلفة. هنا بس بيفك الجزء اللي عند الفتحة كده بتاعت الظهر، وهيقص مثلا قيمة التانية دي. طبعا هو سايب مساحة حوالي 3 سنتي اللي هيتني عليها، وعامل الماركة فوق اهي وسايب تحتها حوالي 3 سنتي اهو بالشكل ده، وهيقص برضو الجزء التاني. احنا بنقص معكم واحدة واحدة كده برضو عشان تستفادوا. هنا هيقص بقى الجزء اللي في البطانة، هيقصه قد البدلة بالظبط. وهقول معلومة تانية يعني انا بقولها برضو في فيديوهات كتير، لما اكون انا بشتغل الجواكت الحريمي وبقص البطانة بتاعتها، انا بقص البطانة اقصر من الجسم، يعني الطول كده بعد التانية بقص البطانة اقصر من الجسم بحوالي مثلا 2 سنتي كده ولا حاجة او 3 سنتي. دي حاجة أنا بعملها مع نفسي بتخلي البطانة كمان أظبط مع الوقت، مع طول يعني الوقت والاستعمال في البدلة. نبص نلاقي إيه إن البطانة ما بتهدلش يعني مع الوقت والمكوى والغسيل وحاجات زي كده، البطانة ما تطلعش شوية من الجاكيت. لكن في الجواكت الرجالي يعني بنفضل إيه إن إحنا نقص البطانة قد الطول بتاع الجاكيت بعد ما بنقص الطول بتاع الجاكيت. تقدروا تعملوا ده أو ده، الاتنين صح. دي كده الفتحة اللي هي في ظهر البدلة من ورا، اهو احمد بيوريها لكم الجزء اللي فيه القلاب كده والفتحه اهو بالشكل ده كده، بيوريكم برده عشان لما يجي يفك عند الفتحات دي لما يجي يخيط عندها تبقوا انتوا عارفين. اهو بنقص بالشكل ده كده،
ودايما باكد بنسيب قيمه التانيه اللي هم مثلا 3 سنتي 4 سنتي على حسب ما انتوا هتسيبوا تانيه قد ايه بالشكل ده كده. وبرده بيقص البطانه قد الطول بتاع الجاكيت، وهو بيقص كده برده ممكن يكون بيقص ايه يعني البطانه بيقصها سنتي يعني اقل شويه من الجسم زي ما انتوا شايفين كده. والدوران بتاع البدله من الامام، الدوران ده مهم جدا ولازم واحنا بنشتغل ولازم برده يطلع بالشكل النظيف اللي قلت لكم عليه، نفس مكانه البدله جايه من المصنع. بنيجي بقى نفتح البدله بالشكل ده كده، طبعا بيبقى في خياطه من البطانه عند الكم من جوه، دي اللي بنقلب منها الجاكيت. كل شغلنا في الجاكيت بنقلبه كده وبنشتغل من جوه بالشكل ده. هو شايفين دي كده شكل البدله من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. طبعا الجواكت ما بتتعملش اوفر القصات والكشاتير من جوه وكده، هنا بس يا دوب هو هيقفل بس الخياطات مكان مقص البدله من تحت عشان طبعا ايه ما تتفتحش، بس كده دي ما فيهاش فكره جامده قوي، بيقفل بس كده الخياطات. هيبدأ بقى كده يشتغل عند الدوران. بيفضل طبعا ان البطانه هي اللي تكون من تحت تمام، وجسم البدله هو اللي يكون من فوق، القماشه بتاعت البدله يعني يفضل لو تشتغلوا كده، لكن برضو مش هتفرق سواء البطانه تحت او فوق، مش هتفرق على حسب الصنايعي اللي بيشتغل. شايفين دي كده الفتحه بتاعت البدله بيوريها لكم عند الكسره بتاعتها اهو بالشكل ده كده، تبقى متنيه بالشكل ده. وبنحط بقى الفازلين اللي هو العنكبوت او الفازلين الوشين، ودايما بقول الفازلين ده ما بينفعش نحط عليه المكوى، الفازلين ده بيبقى بين قماشتين دايما، بينفع بقى في البدل في الكمام بتاعت الجواكت، برضو البنطلونات الكلاسيك الرجالي، الشغل الحريمي برضو اللي هو بيبقى فورمال، ساعات مش بنخيط رجل البنطلون من تحت بنحط لها اللي هو الفازلين ده، والكم بتاع الجواكت برضو ساعات في الفساتين السواريه بنتني الكم بالفازلين ده، يعني بنستخدمه في حاجات كتيره جدا. ساعات بيكون في تصليحات فنية كده في حتت بتبقى يعني اتقطعت مثلا، فبنلزق الفازلين ده عليها وبنحط حتة قماشة من الداخل كده عشان خاطر ايه نعمل التصليحة دي. دي حاجات بقى هبقى يعني لما تصادفنا كده وتجيلنا الاتيلين نعملها، هحاول كل حاجة ان شاء الله اقدمها لكم، بس خلينا في البدلة دلوقتي عشان من ايه ما نخرجش عن الموضوع اللي احنا فيه. بنبدأ برضو نخيط بالشكل ده، دي زي ما بقولك كده الفتحات بتاعت البدله المكان مقصنا كده اللي هي القصات بتاعت البدله عشان واحنا بنخيط بس ايه ما تتفتحش من تحت واحنا شغالين، حاجه ما فيهاش اي فكره يعني. وهنبدا نعمل الدوران برده الجزء الثاني، لان الفتحه بتاعت البدله بتاعت الظهر كل فتحه ليها طريقه في الخياطه، فعشان كده عملنا الجزئين قدامكم. نعمل الدوران واحده واحده كده يا جماعه. الناس اللي مش بتعرف تعمل دوران على المكنه تجيب قماشه وتخططها كده، تحط مثلا كوبايه او فنجان او طبق او اي حاجه وترسمه كده على الكوبايه دي او على ورقه وتحط كده على المكنه وتخيط واحده واحده، تفضل تدرب نفسها على خياطه الدوران ده واحده واحده كده لغايه ما تعمل الدوران ده صح، ومش لازم يعني تجيبوا الدوران ده كله مره واحده. ده كده برضو الجزء اللي هو عند الفتحه بتاعه الظهر، شايفين دي كده خيطها على طول ما تنهاش ولا حاجه، يعني ناحيه من الفتحه زي ما هي جايه في الكسره بتاعتها والمكوه بتاعتها بنخيطها من اتنين التانية بتاعتها للداخل كده عشان خاطر تطلع الفتحة برضو مظبوطة بتاعت الظهر، وناحية تانية لا بتبقى مفيهاش ما بنتنيش فيها قماش ولا اي حاجة، بتخيط بالشكل ده كده، هي دي بس الفكرة اللي في الفتحة. وبنحط الفازلين العنكبوت كده، الفازلين العنكبوت بيبقى على القماشة بتاعت البدلة مش بنخيطه ناحية البطانة، ميبقاش وش للبطانة يعني بالشكل ده كده. شايفين دي كده الفتحة بتاعت البدلة من الظهر، شايفين دي متخيطة كده بالشكل ده، دي بيقولكوا يعني هنتنيها بالشكل ده بعد ما نخلص. يا دوب بس احنا بنخيطها كده، وبعد ما بنخلص التانية دي بنردها طبعا على الناحية التانية على الجسم بتاع البدلة تمام بالمكوة اهو بالشكل ده كده. شايفين ده الجزء اللي هو في القلاب دوت مش متخيط يعني، ودي متنية اهو، يعني احنا بنحاول نوضح لكم الشغل. شايفين كده بالشكل ده،
نبتدي بقى نقلب الجاكيت تاني كده على الوش برضو من نفس الخياطة اللي هي بتاعت الكم، هي بتبقى جاية من المصنع كده فيها الخياطة دي اهو بالشكل ده كده. طبعا في بدل بتبقى متخيطة ليها طريقة تانية، يبقى يعني في الكمين في نفس الخياطة دي اللي هي الفتحة اللي بنقلب منها الجاكيت، وفي بدل ممكن تبقى في الجسم بس اكتر الجواكت البدل بتبقى الفتحة في البطانة بتاعت الكم كده، بحيث ان هي بتبقى مدارية خالص، لما جاكيت البدلة بيبقى من الداخل كده مفيش في البطانة في الظهر ولا في الجنب كده في الجسم كله كده مفيش اي خياطة في البطانة، كل الخياطات من الداخل. تمام، نبدأ بقى نعمل المكوة بتاعتنا اهو، شايفين ده الجزء كده اللي احنا اتخيطه على المكنة اترد، شايفين كده الفوزلين بقى بيبقى على الجسم بتاع البدلة اهو التانية بالشكل ده كده، شايفين برضو هو بيوضح لكم الشغل اكتر، هي مفرودة كده احنا بنبتدي ندخلها لجوه ونبتدي ايه نعمل التانية بتاعتنا. طبعا الناس بقى المبتدئة تعلم بقى الجزئين، تعلم الامام من الانحدي والامام من الناحية التانية، الجزئين قصاد بعض عشان ايه وهي بتتني بالمكوة كده ما تتلخبطش تعمل جزء كده اطول من جزء يعني. ونكوي كده بالشكل ده الجزء كده اللي فيه القلاب اهو، شايفين طبعا ما كناش تنيناه على المكنة ولا حاجة، بنحاول ندخله جوه كده وانا هوضح لكم دلوقتي اكتر. بص هو سايب لتحت اهو ما خيطناهوش على المكنة، احنا بس خيطنا الجزء اللي هو اللي الداخلي ده الفتحة الداخلية دي، ماشي بندخلها بايدينا كده ونسويها بالظبط على قد الفتحة التانية عشان تبقى شكلها مظبوط وجميل، شايفين طلعة تحفة ازاي، ولا كأن فكينا البدلة ولا كأن عملنا فيها حاجة خالص اهو بالشكل ده كده، نسويها كده شكلها جميل. والفزلين طبعا من جوه لما نحط المكوة الفزلين ده هيلزق، بعد ما بنكوي بقى بالمكوة بالشكل ده بنحط برضو الفودرة وبندوس برضو عليها بالمكوة تاني عشان الفزلين برضو ايه يثبت كده في الديل، شايفين ما شاء الله جميلة جدا، نسويها كده ونبدأ بقى نكوي كويس. ما شاء الله زي الفل اهي، طريقة التانية يعني دي سهلة قوي، البدلة اللي البطانة بتاعتها كاملة دي بيبقى التانية بتاعتها سهلة. واتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا، وما تكونوش بقى بالله عليكم نسيتوني في اللايك، وشايفين برضو دي الفتحة بتاعت الظهر جميلة جدا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.